إذا عن الناموس الشوط الثاني عشر والمخصصة للحول محليات الأصايل المسافة هي 8 كيلومترات. الصدارة والمقدمة هناك صدارة هذا الشوط معالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي يتواجد معالية على المقدمة والمركز الأول. انتقل مباشرة مع المركز الثاني وثاني المراكز من حاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري المركز الثالث تاب شعار حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع التابع هناك أيضا من الجانب الأيمن العاصمة هناك جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري أيضا البرنس يقدم العاصمة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. أنتقل مباشرة أعزائي المشاهدين أعزائي الحضور أيضا متابعي رياضة الآبائي والأجداد أيضا المركز الخامس في هذه اللحظات خامس التحدي أيضا فزعة سالم بن راشد الدوحة هناك أيضا من يتواجد مع المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس القدوم من المراكز الخلفية هناك من على بعد الشعار الذي دائما غنيا عن التعريف محمد بن غانم بن حمود الظاهري مع خيرة هناك أيضا يتواجد مع المركز السادس. والمركز السابع هناك أيضا أتابع أيضا أعزائي المشاهدين شعار بالشيبة هناك أيضا يتواجد منصور بن أحمد بن علي بالشيبة السبوسي مع الطيارة. والمركز الثامن ثامن التحديات والإثارة والانطلاق والمسار هناك أيضا من المراكز الخلفية بدأ هناك الزحف أيضا مع هملولة سيف بن محمد بن سيف القفلي أيضا أعزائي المشاهدين متابعي هذه أيضا هملولة أيضا أعزائي المشاهدين الشعار الغني دائما عن التعريف أتواجد على العموم مع المركز العاشر. هناك أيضا تتواجد الشاهنية وأيضا مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي هناك أيضا الشعار بالعور يتواجد غلبا وغالبا من عاصمة الميادين. هكذا أعزائي المشاهدين متابعي هذه الرياضة الانطلاق الشوط الثاني عشر والمخصصة للحول محليات الأصايل عودة إلى الصدارة هناك عودة إلى المقدمة عودة إلى المركز الأول التحدي والإثارة الانطلاق الاندفاع هناك أيضا مع سن الكبار وتحديات الكبار وصراع هناك الكبار بهذه الشعارات. صدارة هذا الشوط والمقدمة عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي هناك أيضا باحثا عن الناموس هناك أتى من ميدان الخزنة لكي يشارك معالية مع هذا الانطلاق. المركز الثاني ثاني المراكز في هذه اللحظات من الجانب الأيمن خيرة هناك أيضا محمد بن غانم بن حمود الظاهري ولكن التحدي والإثارة من الطيرة أيضا حمودة بن غانم بن علي بن حمودة أيضا يتواجد مع المركز الأول. أتابع المركز الثاني من الجانب الأيمن العاصمة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري والمركز الرابع في هذه اللحظات تتقدم فزعة أيضا سالم بن راشد الدوحة أيضا في هذه اللحظات المركز الخامس خامس التحدي والإثارة من منحاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري والمركز السادس سادس المراكز هناك أيضا القدوم في هذه اللحظات. الله يا المركز السادس الله يا هملولة سيف بن محمد بن سيف القفلي هناك أيضا متواجد مع هذا الانطلاق الجميل وفي هذا المسار هذا الشعار الذي دائما يتواجد مع صدارة هذا الشوط في كل جيل. بينما هناك التحدي من الطيارة بدأت تطير هناك أيضا وتحلق في سماء الوثبة مع منصور بن أحمد بن علي بالشيبة السبوسي. والمركز التاسع أراقب هناك أيضا وصول من الشاهنية مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي. والمركز العاشر هناك التحدي من أيضا أعزائي المشاهدين هذا التحدي والإثارة الزعفرانة هناك أيضا المركز العاشر أعزائي المشاهدين حاملة رقم 12 وهي طيارة أيضا خليفة بن حمد بن سالم الكتبي. هكذا التحدي والإثارة والانطلاق الجميل في هنا أيضا في هذا الصباح عودة إلى صدارة هذا الشوط مع المقدمة والصدارة والمركز الأول. بدأ البرنس هناك يتسلل بدأ البرنس يتسلل على صدارة مع المركز الأول مع العاصمة هناك أيضا على صدارة هذا الشوط ونحن في العاصمة هناك جار الله بن محمد
بن طالب بن عقيل النابت المري هنا أيضا يتواجد مع العاصمة، يتواجد مع هذه الذلول العملاقة المميزة أيضا بهذا الأداء وبهذا الشعار وبهذه أيضا النجمة البيضاء. المركز الثاني يتابع هناك أيضا طيرة، هناك حمودة بن قانم بن علي بن حمودة الظاهري، الشعار الاقتصادي هناك أيضا يتجول ما بين المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثالث أتواجد مع فزعة هذا الشوط، فزعة هناك أيضا سالم بن راشد الدوحة أيضا يتواجد مع فزعة. والمركز الرابع أنا أتواجد مع عالية، هناك أيضا عالية وهذا الاسم الغالي سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخيلي، يلا يا أبو عبد الله مع المركز الرابع. المركز الخامس من حاف، هناك أيضا ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، هناك أيضا قادم من مدينة العين مدينة الخضرة والجمال، وهناك أهم لولة سيد بن محمد بن سيف القفلي أيضا يتواجد، بينما أيضا أعزائي المشاهدين الطيارة منصور بن أحمد بن علي بالشيبه السبوسي، بينما المركز التاسع علاقب هناك مع الشاهنيه مبارك بن محمد بن مبارك الاخيلي، يلا يا ابو محمد يلا يا ايضا شعار محبوبه الذي هناك حضر مع 8 كيلو مترات في هذا الميدان وقدمت العرض الجميل. بينما المركز العاشر علاقب الطياره، وهناك يتقدم هذا الاسم خليفه بن حمد بن سليم الاكتبي. هكذا النداء للمركز مراكز العشر الأوائل المتقدمة، هراقب شعارات لم يحين موعد دخولها حتى هذه اللحظات، ترقبوا لها من بعد جسر العبور حصريا هناك أيضا مع هذه الشعارات الجميلة دائما الصدارة والمقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. العاصمة هناك أيضا تتواجد على الصدارة، تتواجد مع المقدمة، ويتقدم جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري هنا على صدارة هذا الشو. المركز الثاني حموده بن غانم بن علي بن حموده الظاهري هنا على المركز الثاني يراقب هناك ايضا استراحة محارب مع المركز الثاني، انطلق مع المركز الثالث عالية، هناك ايضا سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي على المركز الثالث. اتابع المركز الرابع في هذه اللحظات هملولة سيف بن محمد بن سيف الاقفلي، يلا يا ابو محمد على المركز الرابع. يا سلام يا سلام يا سلام، الكوكب الرباعية، الكوكب الرباعية فلا اروع من هذا، الشعارات الجميلة، العمالقة في موقع واحد، الكبار في موقع واحد، هناك شعار ابو عبد الله، وهناك ايضا البرنس، وهناك شعار الاقتصادي، وايضا يتدخل في هذه اللحظات شعار الاقفلي. المركز الخامس اتابع هناك ايضا فزعه 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 فزعه، ويلا هي الفزعه يا ابو راشد، بينما شعار بن يزرب هناك ايضا يتقدم مع منحاف، منحاف يا منحاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، عوده الى الصداره هذا الشوط مع المقدمه. المركز الاول هنا أتابع هذه الشعارات، اختلط الحابل منابل مع الصدارة والمقدمة، هو رباعية فلا أروع مع صدارة هذا الشوط. البرنس ما زال على الصدارة، ما زال مع العاصمة، ولكن الشعار الاقتصادي يقدم هناك طير على ثاني المراكز. المركز الثالث أتابع هملولة هناك أيضا في هذه اللحظات، دشت معاهن واسمها هملولة تتواجد أيضا في هذه اللحظات، سيف بن محمد بن سيف الأقفلي، وهناك أيضا عالية 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 على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الرابع في هذه اللحظات معالي سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول من منحاف، يتقدم شعار ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، وهناك الطياره، الله يا الطياره، الله يا السبوسي، هناك ايضا حضر مع المراكز الاماميه هنا منصور بن احمد بن علي بالشيبه السبوسي، يا سلام يا سلام يا سلام، وهناك فزعه سالم بن راشد الدوحه من يتواجد في هذه اللحظات. الله عوده الى الصداره مع المركز الاول، التحدي والاثاره، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير هناك ايضا في هذه المسافه، يا سلام، 8 كيلو مترات هي المسافه المقرره، ولكن صداره هذا الشوط، هناك ايضا صداره هذا الشوط مع العاصمه، العاصمه العاصمه العاصمه، ما زالت العاصمه، ولكن خطيره هناك ايضا مع المركز الثاني. طيرة هناك أيضا حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والعصافة الأبطال ما حركوه ولا تحتاج إلى
الأوامر. المركز الثالث أتابع حملولة، أتابع حملولة. المركز الرابع قدمها شيء، قدمها تكفى يا أبو عبد الله. مع المركز الرابع هنا أهالي الخزنة ينتظرون السلامات في هذه اللحظات. هناك أيضا أعزائي المشاهدين حملولة ولكن عالية 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 عالية. هناك سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، وصل بن يزرب، وصل العامري، وصلت من حاف، تقدمت من حاف. هناك أيضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات أعود إلى الصدارة مع المركز الأول. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط. محليات الأسايل لسن الحول 8 كيلومترات، الكل في موقع واحد، الكل في مسار واحد. البرنس هناك على الصدارة عالية على ثاني المراكز. من حاف تقدمت هملولة من الجانب الآخر، الشعار الاقتصادي، ولكن البرنس مع العاصمة، العاصمة هناك مع الصدارة. هناك من حاف، من حاف حضرت، من حاف حضرت، من حاف. ناصر بن عبيد بن نزب العامري، السلام عيناوي، السلام عيناوي، سلام عيناوي، سلام سلام مدينة الخضرة والجمال. هناك أيضا مع شعار بن يزب المركز الثاني يتقدم. هناك أيضا العاصمة جار من محمد الطالب بن عقيل بن نابت المري، والمركز الثالث عالية ولكن هناك طيلة، حمودة بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. والمركز الرابع كان من نصيب المركز الثالث أعزائي المشاهدين كان من نصيب هناك عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخيلي، والمركز الرابع طيرة حمودة بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، والمركز الخامس هناك لحيلها مع ضاء أيضا خط النهاية. عودة إلى الصدارة هناك أيضا أعزائي المشاهدين والتحديات والإثارة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. شوفوا الاندفاع مع الأمتار الأخيرة. هناك أيضا من حاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري الذي حضر مع الأمتار الأخيرة لتكون من حاف هناك صاحبة المقدمة والمركز الأول. التوقيت الزمني أيضا أعزائي المشاهدين ومشكور يا أبو علي، و13 دقيقة ما في ثواني إلا 7 أجزاء من الثانية. المركز الثاني يتقدم جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل بن نابت المري مع العاصمة، والتوقيت المركز الثاني 13 دقيقة وأيضا بدون ثواني ولكن 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث هناك أيضا أعزائي المشاهدين تتقدم هناك أيضا في هذه اللحظات صاحبة أيضا المركز الثالث، وهناك حملولة سيف بن محمد بن سيف الأغفلي. مشكور يا أبو محمد، 13 دقيقة ثانية و3 أجزاء من الثانية، والتهنية هناك أيضا أعزائي المشاهدين لأيضا البن حمدش والسيد مبارك بن سعيد بن محمد الأخير. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، تواصلنا يستمر ومع انطلاقة شوط الختام هو الشوط 13. هو الشوط 13.